السلام عليكم طلاب المرحلة الثانية الأعزاء، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه المحاضرة، محاضرة الـ Organic Chemistry 3. طبعا اللي تتعلق بمادة الـ Heterocyclic Chemistry، درست في الأسابيع الماضية موضوع الـ Heterocyclic Chemistry، أخذت مقدمة عليها introduction، وأيضا درست الـ 5 member rings. اليوم إن شاء الله راح نكمل دراستنا في ما يخص الـ 6 member ring heterocyclics أو aromatic 6 member ring heterocyclics. نعم، بالنسبة لل الأروماتيك 6 ممبرين، راح ندرس موضوع البيريدين. البيريدين مثل ما تشوفون أمامكم، راح ندرس موضوع structure of pyridine and pyrimidines. في هذا الجانب، في هذا الموضوع إن شاء الله راح نتعرف على البيريدين ونتعرف على physical properties، وأيضا نتعرف على أهم تفاعلاته اللي تشمل الأليكتروفيليك and نيوكليوفيليك substitution. مثل ما تشوفون أمامكم حاليا، إذا تشوفون المؤشر تركيب البيريدين structure number 1 و structure number 2، ألاحظ أنه تركيب البيريدين تقريبا مشابه لتركيب البنزين. تركيب البنزين يكون عبارة عن 6 ذرات كربون، تكون حلقية وتكون بها 3 double bond. ونلاحظ هنا أنا فرق البيريدين عن البنزين انه استبدال كربون واحدة من حلقة البنزين استبدالها بنيتروجين. طبعا الدبل بوند هنا تكون عندي بها ديلوكاليزيشن مثل ما تشوفون بستركتشر نمبر 1 وستركتشر نمبر 2، تكون بها ديلوكاليزيشن اختلاف مواقع الأواصر المزدوجة، وهذه تكون مكافئة equivalent to التركيب الثالث اللي هو تركيب يكون نرسم الأواصر المزدوجة بشكل حلقة بشكل دائري، أي بمعنى أنه بها delocalization. طبعا فيها يعني اطوال الأواصر ونوعية الاوربيتالات تكون من على يعني ذرة النيتروجين من النوع SP2. اذا تلاحظون بما انه يحتوي على ذرة نيتروجين، بما انه على ذرة نيتروجين لذلك نقدر نعتبرها هي نوع من الأمينات الحلقية cyclic amines. سؤالي لكم، الأمينات اللي درسناها إذا تذكرون في الكورس السابق، إيش كانت بها صفة؟ يعني هل هي صفتها كانت حامضية ولا قاعدية؟ سؤال موجه لكم، ايش تذكرون من خواص الأمينز؟ نعم، نعم، تمام، شكرا. الأمينات تكون خواصها قاعدية، تمتلك basicity،
لذلك على هذا الأساس البيريدين أيضا نقدر نعتبره من الأمينات اللي بها خاصية قاعدية. نشوف يعني الهيتروسايكليك أمينز اللي تضمن البيريدين والبايرول. أكو فد تيبل يوضح لي، أيضا درسناه بالكورس الأول بس مراجعة سريعة لهذا التيبل. طبعا التيبل يتضمن قيمة البي كي اي للأمونيوم أيون. كل ما يكون البي كي اي قيمته سمولر، بي كي اي فور أمونيوم، هذا معناها عندي ويكر بيس. وإذا كانت عندي البي كي اي قيمته كبيرة لارجر، هذا معناها عندي سترونجر بيس. لذلك إذا تشوفون هذا التيبل بشكل سريع، يبدي لي من على جهة اليسار الأمونيا البرايمري الكيل أمين، السكندري الكيل أمين بها قيم عالية 9 10 وكسر 11 10 و76، هذه للأمينات الأولية والثانوية. نشوف على الجزء اليمين الهيتروسايكليك أمين، الأمينات الحلقية اللي نشوف على سبيل المثال البيريدين. البيريدين نلاحظ حلقة سداسية، حلقة سداسية تشوفون هنا فيها نيتروجين، قيمة البي كي اي للأمونيوم أيون 5.25. نلاحظ انه قيمة القاعدية له يكون أقل من الأمينات الأولية والثانوية. وشوفوا لي ثالث واحد على جهة اليمين اللي هو البايرول، قيمة القاعدية إلى كلش قليلة، معناها إنه يكون كاربيس. بالنسبة لقيم الـ PKA للبيريدين والبرايمري أمين على سبيل المثال الأمون، لاحظ أنه شوفوا لي الشكل اللي موجود للأسفل، هذا الشكل ذرة يعني شكل الثلاثي الأبعاد بها أوربيتالات للنيتروجين، وحدة من الأوربيتالات بها مزدوج إلكتروني. هذا الأوربيتال يكون تهجينه الهايبردايزيشن إلى نوع sp2 أوربيتال. لكن بالأمونيا شوفوا لي الشكل اللي للأمونيا على جهة اليمين، للأمونيا تهجين النيتروجين هنا يكون sp3. لذلك ألاحظ أنه صفة الـ S هنا sp2 hybridized للنيتروجين بالبيريدين تكون 33% S character، بينما بالsp3 في بالالكين امين تكون 25% S character. لذلك قاعدية الامينات الاولية تكون اعلى من البيريدين. فلاحظ واحدة من الأمينات الأروماتية المهمة أيضا اللي تكون 6 member ring اللي هي diamine، 6 member diamine pyrimidine، هذا نسميه pyrimidine، يحتوي لي على ذرتين نيتروجين بالموقع رقم 1 والموقع رقم 3، هذا اسميه pyrimidine. ألاحظ أنه قيمة pyrimidine هنا، شوفوا لي قيمة البيرميدين 1.3، بتكون أقل حامضية أقل قاعدية من البيريدين، أقل قاعدية من البيريدين. بسبب ليش؟ بسبب inductive effect of second nitrogen، أكو تأثير حاث لذرة النيتروجين الثانية في البيرميدين، لذلك تكون قيمة
الـ pKa للأمونيوم أقل للبيرميدين. أكو سؤال لحد هنا اللي يريد يسأل ممكن إنه يكتب بالشات. نجي الآن خلينا نشوف sources of pyridine compounds، يعني مصادر مركبات البيريدين. شلون نحصلها بالطبيعة أو شلون نحضرها؟ ألاحظ إنه البيريدين يكون موجود، بيريدين is found in coal tar، موجود في القطران أو الفحم. ايضا ممكن احضرها من المثل بيريدين. تشوفون المعادله العامه اللي موجوده امامكم، المثل بيريدين او اللي اسميها البيكولين. المثل بيريدين تسمى عاده بيكولين. مجموعه السي اتش 3 مجموعه المثل ممكن تكون موجوده على الموقع رقم 2 او 3 او 4. في حالة إذا سويت لها أكسدة بالبرمنجنات، برمنجنات البوتاسيوم، تتحول إلى بيريدين كاربوكسيليك أسيد، تتحول إلى 2 أو 3 أو 4 بيريدين كاربوكسيليك أسيد، عملية أكسدة لمجموعة المثل. الثري أيزومر لما يكون عندي مجموعة الكاربوكسيل في الموقع رقم 3. طبعا بالنسبة لترقيم ذرات الحلقية اللي موجودة يعني في البيريدين، دائما نبدي من النيتروجين تأخذ رقم 1، وذرات الكربون اللي بصفها تأخذ رقم 2 3 4 إلى 6. الايزومر 3 3 ايزومر هذا اللي تشوفوه أمامكم، هذا الايزومر اسميه النيكوتينيك اسيد او كما اسم اخر النياسين. هو احد مصادر يعني الفيتامين بي، احد مصادره. له استخدامات، يعني يستخدم في حاله الانتي فيلاجرا فاكتور، يعني علاج نقص فيتامين بي. لاحظ الايزومر الاخر الفور ايزومر او الايزونيكوتينيك اسيد، الاحظ انه ايضا هو احد مشتقات البيريدين، لكن السي او 2 اتش، السي او 2 اتش وحده من ذرات الاكسجين استبدلت ب ان اتش، ان اتش 2 اسميها ايزونازايد. الايزونازايد يستخدم لعلاج أحد أنواع الميكروبس، أحد أنواع البكتيريا اللي تسمى المتفطرة البكتيرية. نشوف النيكوتينيك أسيد. النيكوتينيك أسيد طبعا ممكن قلنا نحضرها من البيتا بيكولين اللي هو الأكسدة حول الى، لكن البيتا بيكولين او 3 مثل بيريدين ممكن انه احضرها من الاكرولين. اكرولين الاحظ الاكرولين الديهايد هو عبارة عن الديهايد بها 3 ذرات كربون تنتهي ب دبل بوند، اسمها الشائع اكرولين. تو مولكيولز من عنده جزيئتين مع الامونيا راح يصير عندي رينج كلوزر، اسوي لها غلق حلقي تتحول الى بيتا بيكولين، ومن ثم الاكسده بالكي ام ان او 4 تتحول الى النيكوتينيك اسيد. طلاب الأكرولين هو اسم تجاري أو اسم شائع لهذا المركب الأمامكم.
أحد منكم يقدر يسمي لي تسمية نظامية؟ السؤال موجه لكم، الأكرولين شنو السيستماتيك نيمز إله؟ هو عبارة عن ألديهايد. نعم. هيبة صادق. بروبانون لا، من نقول بروبانون يعني كيتون. زهرة بروبانال لا، بروبانال هو نص الإجابة صحيحة، لكن ده ينتهي بدبل بوند. نعم. آمنة فوزي لا، آمنة فوزي إن بروبان آل تو لا، إيثين ون ألديهايد ممكن. نعم ممكن. هذا المركب، هذا المركب كتسمية بسيطة إله ممكن نسميه بروبين، بروبينال تو بروبينال تو بروبينال، بدل ما نقول بروبانول أو بروبانال راح نقول بروبينال تو بروبينال. موضوع يعني التسمية لازم دائما يكون على بالنا، لأنه مثل ما شفتوا يعني بنهاية الكورس الأول يعني العديد من الأسئلة المالتيبل تشويس أيضا أجت على الموضوع النيمز تسمية المركبات. نجي الآن إلى reactions of pyridine. تسمية أو تفاعلات البيريدين، reactions of pyridine. البيريدين مثل ما راح تشوفون بعد قليل لها نوعين من التفاعلات، تفاعلات نسميها electrophilic substitution، تفاعلات تعويض الكتروفيلي، ونوع آخر من التفاعلات نسميها نيوكليوفيليك سبستيتيوشن، تفاعلات نيوكليوفيلية. زين، خلونا بالبداية نتعرف على الالكتروفيليك سبستيتيوشن ان بيريدين. انلايك بنزين، pyridine undergoes electrophilic aromatic substitution reaction with difficulty. التفاعلات الالكتروفيلية في البنزين كانت تجري يعني نوعا ما بسهولة، التفاعلات الأروماتية الالكتروفيلية، لكن في pyridine اكو بعض الصعوبة يعني تجاه التعويض الالكتروفيلي. ليش؟ خلونا نشوف هنا، شوفوا لي بهذه التفاعلات. التفاعل الاول البيريدين اسوي له عملية نيتريشن، الاحظ استخدمت ال KMnO4 واستخدمت ال H2SO4 بدرجة حرارة عالية. معناها شنو؟ يعني معناها بالظروف الاعتيادية ما أقدر أجري هذا التفاعل، تفاعل النيتريشن، أحتاج أنه أنطي طاقة حرارية لهذا التفاعل، طاقة حرارية عالية حتى يجري التفاعل. ألاحظ أنه يتكون عندي 3 نيتروبيريدين. التفاعل الآخر السلفونيشن ويا H2SO4 ايضا استخدم حرارة 350 درجة حتى احصل pyridine sulfonic acid.
تفاعل الهالوجينيشن أو البروميناشن أيضا أحتاج إلى درجة حرارية عالية 300 درجة مئوية حتى ينطيني ميكسشر مزيج من الثري بروموبيريدين والثري فايف داي بروموبيريدين. بينما تفاعلات الفريدلغرافت أسيليشن والفريدلغرافت ألكيليشن ما ممكن أنه أجري هذه التفاعلات للفريدلغرافت بسبب أنه حلقة البيريدين تكون يعني غير نشطة مقارنة أو أقل نشاطا مقارنة بالبنزين. زين نلاحظ هنا انه الالكتروفيليك سبستيتيوشن في البيريدين صارت على الموقع 3 حدثت او تحدث على الموقع رقم 3 بينما تذكرون يعني البنزين الاعتيادي من اسوي له نايتريشن او اسوي له سلفونيشن عاده وين تروح؟ خلونا نشوف طبعا ثلاثة تشوفون هذه ترقيم البيريدين دائما قلنا نبدي من الذرة غير المتجانسة النيتروجين نبدي 1 2 3 4 وهكذا 5 6 بالبي ار 2 تكون عندي 3 برومو بيريدين عادة الالكتروفيليك سبستيتيوشن تحدث عندي في الموقع رقم 3 السؤال لكم سؤال موجه لكم هل من الممكن انه البرومينيشن نجري عملية البرومينيشن او كيف نقدر نسوي عملية البرومينيشن بالموقع رقم 4 إذا أردنا ذرة أو مجموعة البروم في الموقع رقم 4 شنو التحوير اللي نقدر نسويه؟ شنو الإجراء اللي نقدر نسويه حتى نوجه البي آر على الموقع رقم 4 برأيكم؟ أكو أحد عنده فكرة؟ نعم نستخدم مجاميع دافعة نغير الحرارة نعم نزيد الحرارة نعم تعويض البروم على الموقع رقم 4 زين الآن صار عندي بروم بالموقع رقم 4 لكن أنا عندي هسه الآن أكسجين زايدة أكسجين إضافية أنا أريد 4 برومو بيريدين ما أريد 4 برومو أن أوكسيد بيريدين أن أوكسيد لا حتى أتخلص من هذه الأكسجين أتخلص منها راح أستخدم بعض العوامل مثلا PCl5 أو إذا ما عندي PCl5 راح أستخدم الزنك والبيسك ميديوم الأسيدك ميديوم هذا راح يخلصني من الN أوكسيد ترجع إلى المركب مالتي إلى 4 برومو بيريدين وبهاي الطريقة حضرت يعني بروم معوض بالموقع رقم 4 بدلا من الموقع رقم 3 في البيريدين اكو سؤال اكو سؤال لحد هنا زين نعم شكرا نشوف طلابنا
يعني شفنا بهاي التفاعلات الالكتروفيلية النايتريشن والبرومينيشن و السلفونيشن إلى آخره، يعني كانت تجري التعويض الالكتروفيلي يجري أو يحدث على الـ 3 position الموقع رقم 3. خلونا نشوف شنو السبب ليش التفاعلات الالكتروفيلية بالبيريدين تحدث في الموقع رقم 3. شوفوا لي هنا، إذا يعني خلي نشوف هذا الشكل اللي أمامنا، هاي التفاعلات العامة اللي أمامنا. البيريدين إذا فعلتها مع Y positive، Y positive هي أني الكتروفايل. في حالة إنه الأتاك أو الهجوم حدث في الموقع رقم 2 two position، ألاحظ ارتباط الواي بالموقع رقم 2، البوزيتيف تشارج راح يصير على النيتروجين، وجود الشحنة الموجبة على النيتروجين هو عامل عدم استقرار، راح يقلل لي استقرارية المركب الوسطي، راح يكون عندي مركب وسطي least stable أقل استقرارية. بينما ألاحظ وأيضا تكون بها حالات أخرى انتقال البوزيتيف تشارج إلى ذرات الكربون الأخرى اللي تشوفوها أمامكم في الحالات البقية، وأيضا في الفور بوزيشن أتاك اللي للأسفل ألاحظ هجوم الواي الالكتروفايل بالموقع رقم 4 يتكون عندي positive charge على واحدة من ذرات الكربون المجاورة، واحدة من الحالات الوسطية انه positive charge تتحرك يصير بها resonance ويا الدبل بوند تتحول الى على ذرة النيتروجين. هذه وجود ايضا وجود positive charge على ذرة النيتروجين معناها عندي حالة عدم استقرار least stable يقلل لي الاستقرارية وتكملة حالات الريزونانس. لاحظ إذن يعني الـ 2 position attack والـ 4 position تكون غير مفضلة في الهجوم أو التعويض الالكتروفيلي. لكن خلونا نشوف الهجوم الالكتروفيلي في الموقع رقم 3. ألاحظ ارتباط الواي بالموقع رقم 3، تكون الكاربوكاتيون أو كربونيوم أيون الشحنة الموجبة على الكربون في الحالة الأولى، ومن ثم يصير يعني لا موضعية بينها وبين الدبل بوند تتحول إلى الموقع الآخر، والحالة النهائية ألاحظ حالة الريزونانس الثالثة. في كل حالات الريزونانس اللي موجودة في الـ 3 position attack ألاحظ أنه الشحنة الموجبة في الحالات الثلاثة يعني عبرت ذرة النيتروجين، ما استقرت على ذرة النيتروجين، أي بمعنى أنه الهجوم بالموقع ثلاثة يكون هو الموست ستيبل الأكثر استقرارية، لذلك تحدث عادة في موقع رقم 3. أكو سؤال لحد هنا؟